الناس عم بتطالب بإسقاط الحكومة، نزلت على الشارع صار لها 6 أيام، هل هيدا هو ممكن يكون الحل؟ هذا واحد من الحلول، إسقاط الحكومة في بكل بلدان العالم في احتجاجات وفي مظاهرات، وبكل بلدان العالم عندهم مطالب. اليوم عم بيتظاهروا عندهم مطلب إنه رحيل الحكومة، وقالوا شو الأسباب يعني، وشفنا إنه بحدود 1.5 مليون نزلوا على الأرض بكل المناطق اللبنانية، وشفنا لأول مرة بتاريخ لبنان كلبنانيين منحس إنه هويتنا هوية وطنية مش هوية دينية. لأول مرة منحس إنه المسيحي والمسلم حد بعضهم عم اثنيناتهم جعانين وعم بيطالبوا إنه يطعمونا يطعموهم. هل ممكن يوصلوا للنتيجة اللي بدهم إياها المتظاهرين؟ اللبنانيين فريقين، فريق نص تطير نص فريق يعني ضد تطير الحكومة، وفريق مع تطير الحكومة. ويعني الفريق اللي مع تطير الحكومة بيطلع بحدود 1.5 مليون وأكثر كمان. كمان ما فيكي ما تاخدي برأيهم، والفريق اللي ما بده تطير الحكومة كمان بدك تاخدي برأيه. نعم. أنا برأيي مفروض تلاقي حل وسطي. شو ممكن يكون هالحل الوسطي؟ نعم. في كثير اقتراحات، مثلا في أحد الاقتراحات اللي إنه ممكن إنه هيدي الحكومة تستمر لآخر السنة. تستمر لآخر السنة، تنفذ القرارات اللي عملوها اللي هن حطوا حدود لتنفيذها آخر السنة، مش هيك بالقرارات اللي انعملت امبارح؟ وبصير في تعهد إنه على رأس السنة بتستقيل هذه الحكومة، بتجي حكومة تانية بناء لطلب طبعا حكومة بالاتفاق مع كل السياسيين، لأنه إذا بتستقيل الحكومة وما في اتفاق ونقعد بلا حكومة، لا شغلي مشكلة صارت. نعم. بده يصير في تفاهم، تجي حكومة جديدة على رأس السنة، بيرجع بيتكلف رئيس الحكومة سعد الحريري بتألف حكومة جديدة، ولأنه هيدي الحكومة صاروا هني معترفين اللي هني بقلب الحكومة، كان رئيس جمهوري رئيس حكومة عارفي إنه حكومة غير منسجمة، حكومة غير فعالة. بأي حكومة من حكومات العالم إذا ما في تجانس ما بتنتج. وبالنسبة للورقة الإصلاحية اللي طرحوها امبارح وافقوا عليها، هل كان ب72 ساعة عملوا كل هالورقة؟ الناس عم تسأل ليه قبل ما انعملت، يعني هلأ كان بدهم هالضغط الكبير لتنعمل هالورقة والإصلاحات؟ يعني كأنه الحكومة عم تعترف انه نحن عم مقصرين وشرفوا حكمونا. نعم. ولو ما ورئيس الحكومة اعترف انه لولا من ضغط الشارع ما انعملوا، ما انعملت، يعني معناته عم بيعترفوا سلفا انه نحن ما بدنا نشتغل. نعم. الا تحت الضغط. طيب.